مرحبا، أنا ضحى سعادة من فريق سمارت. هلأ بهذا الفيديو رح نحكي عن شابتر 1.5 اللي هو الإكسبوننشال فانكشن، وكيف ممكن نوجد الدومين والرينج للإكسبوننشال فانكشن اللي هم الاقترانات الأسية. هلأ أول مثال عنا إياه اللي هو find domain f of x، حيث إنه f of x بتساوي 2 على 1 ناقص e قوة x. هلأ هون الدومين، هون عنا هون بدنا نوجد الدومين، والدومين لاقتران كسري. بالاقتران الكسري حكينا انه نوجد الدومين تاعه عن طريق نوجد دومين البسط تقاطع دومين المقام ما عدا اصفار المقام. هلا دومين الاقتران الثابت او دومين الاقتران كثير الحدود اللي هو عبارة عن R. هلا بدنا نروح نشوف دومين المقام. دومين المقام هون عنا اياه اللي هو دومين الاقتران الاسي اللي هو E قوة X. هلا رسمة الاقتران الاسي E قوة X هي بتكون بهذا الشكل هون من عند الواحد، وهي تقترب حكينا هون من الاكس اكسس. هلا هون الدومين لها عباره عن ار، فار تقاطع ار رح يكون الجواب ار ما عدا اصفار المقام. فالدومين بيساوي ار اللي هي set of real number ما عدا اصفار المقام. هلا اصفار المقام اللي هي بدي اخذ المقام كامل واساويه في الصفر، فواحد ناقص e قوة x بتساوي صفر. راح اطرح e قوة x من الطرفين، او سوري راح اجمع e قوة x للطرفين، راح تصير عندي اياها عبارة عن واحد بتساوي e قوة x. راح ناخذ ln للطرفين، بعدين بتصير عندنا اياها ln الواحد بتساوي صفر، بتساوي لن الاي قوة اكس. الاكس هاي رح تطلع برا اللن، ولن الاي عبارة عن واحد، فاكس في واحد رح تضلها اكس، فقيمة اكس بتساوي صفر، وهو الصفر هو صفر المقام. فالدومين في النهاية للاقتران 2 على 1 ناقص اي قوة اكس هي بتساوي اي ما عدا الصفر. هلا هون كمان ليه ما أثرنا على الاقتران بإشي؟ لأنه حكينا إنه القيم اللي بتأثر على الاقتران كامل هي بتأثر على الرينج، والقيم اللي بتأثر على قيمة X هي بتأثر على الدومين، وهنا قيمة X مش مأثر عليها ولا أي إشي، فبالتالي طل الدومين زي ما هو من صفر مفتوحة لحدية الإنفينيتي. سوري، هون الرينج من صفر لإنفينيتي والدومين ضل عبارة عن R. هلا هون بحكي لنا السؤال الثاني find range 3 ناقص 2 قوة x. هلا رسمة 2 قوة x احنا بنعرف انها هي نفس الرسمة تاعت e قوة x اللي هي انه الاساس اكبر من واحد، فبترتسم بهاي الطريقة اللي هي بتكون عبارة عن اقتران متزايد. هلا هون بده هو الرينج، والرينج بتأثر عليه القيم اللي بتأثر على الفانكشن كامل اللي هو السالب والثلاث. فهون 2 قوة x هي بتكون اكبر، الرينج لإلها أكبر من صفر وأصغر من إنفينيتي، هي حسب الرسمة هاي كمان الرينج من صفر مفتوحة لحدية الإنفينيتي، فاتنين قوة إكس رينجها من صفر مفتوحة لحدية الإنفينيتي. هلأ الرينج عنا أول إشي قيمة السالب هاي، فراح أضرب الاقتران في سالب، فسالب اتنين قوة إكس حكينا إذا بنضرب أو بنقسم على سالب راح نقلب إشارة المتباينة، فهاي بتصير أكبر من سالب إنفينيتي وهاي أصغر من صفر. هلأ هون اللي هي زي كأنه بنعمل لها هون لما نضرب الاقتران كله في سالب بنعمل سيمتري او انه بيعمل تماثل او زي ميرور على الاكس اكسس، بنقلبه على حسب الاكس اكسس. هلا هون رح اجمع للاقتران كامل بمقدار 3، فبتصير عندي 3 ناقص 2 قوة اكس اكبر من سالب انفينيتي واصغر من 3، فهون الرينج في النهاية رح يكون من 3 سوري من سالب إنفينيتي لحدية التلاتة ومفتوحة من الطرفين. هلأ السؤال الثالث اللي هو find range نص ال e to the power negative x plus 1. هلأ هون الرينج اللي هو أول إشي ال e قوة x الرينج تبعها أكبر من صفر وأصغر من إنفينيتي، برضو حسب الرسمة هاي من صفر لإنفينيتي ومفتوحة من الطرفين. هلا هون في عنا نيجاتيف اكس بتصير اي تو نيجاتيف اكس هون اصغر من انفينيتي واكبر من صفر، الرينج هون ما رح يتاثر لانه حكينا ان القيم اللي بتاثر على القيم اكس ما بتاثر على الرينج، حكينا انه هي بتاثر بس على الدومين.
هلا هون في عنا نص، فرح نضرب الاقتران كله في نص، والقيم اللي حكينا انها اللي بتأثر على الاقتران كامل هي اللي بتأثر على الرينج. فهنا نص في اي قوى نيجاتيف اكس راح تصير هنا اكبر سوري اصغر من انفينيتي، وهنا اكبر من راح تضلها صفر، لانه صفر ضرب نص الجواب صفر. هلا راح اجمع لها الواحد، بتصير نص في اي قوى سالب اكس زائد واحد أصغر من إنفينيتي بتضل، وهنا أكبر من واحد، فبالتالي هنا الجواب رح يكون من واحد مفتوحة لحد هي الإنفينيتي مفتوحة. هاي هي الطريقة اللي منطلع فيها الدومين والرينج للاقترانات الأسية. يعطيكم العافية.